الرحمن الرحيم. تنشكروا الإخوان الصحفيين اللي تابعونا وجرائد إلكترونية اللي تابعتنا باهتمام. اليوم كنا مع موعد مع المؤتمر الإقليمي بعد ما تمينا المأمنات المحلية ديال عمالة مراكش واللي عددها 19، وكيف كاين كيف تنص القوانين المنظمة ديال الحزب، تنص المذكرات ديال الأمين العام وديال رئيس قطب التنظيم نائب الأمين العام هو الأستاذ سمير قدار والسيدة رئيسة المجلس الوطني، على أساس أنه يكون عندنا واحد الأمانات إقليمية في هذه المواضيع اليونيو على مستوى المغرب كله. هذا الشيء ماشي غير مراكش، مراكش من بين المدن ديال المغرب، وتتعرفوا الأهمية ديال مدينة مراكش وديال عمالة مراكش داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بالعدد البرلمانيين، العدد ديال رؤساء الجماعات، العدد ديال المسؤولين على مستوى المكتب السياسي، على مستوى البرلمان، على مستوى الأهمية والحضور القوي اللي كان اليوم عندنا في المؤتمر ديال عمالة مراكش، والنجاح ديال التنظيم اللي تنشكروا للناس اللي هما سهروا على هذا التنظيم. اليوم كيشتو طبقنا النظام الداخلي، آخر نظام داخلي اللي صوت عليه المجلس الوطني في البداية ديال هاد السنة في المجلس الوطني اللي انعقد في مراكش، وطبقنا بحذافيره اللي تنص على انتخاب الأمين الإقليمي ووضع اللائحة ديالو، وانتخاب كذلك قبل كل هذا الشيء المجلس الإقليمي ورئيس أو رئيسة المجلس الإقليمي. حتى اليوم انتخبنا رئيسة المجلس الإقليمي اللي هي الدكتورة سليطي، والأمين الإقليمي سي أشرف الرزوق اللي تنكنوا لهم كل احترام، تنتمنوا لهم التوفيق في حياتهم السياسية والعمل بهذه المدينة، لأنه المدينة عندها القوة ديالها السياسية داخل حزب الأصالة والمعاصرة. كان الحمد لله داز المؤتمر، طبقنا القوانين كيف تنص عليها النظام الداخلي ديال الحزب، كيفاش الترشيحات المجلس الاقليمي ماشي تكون اللي بالصفه، الفعاليات اللي كذلك اللي دخلت المجلس الاقليمي. بعد انتخاب المجلس الاقليمي تم انتخاب رئيسه المجلس الاقليمي، وانتخاب كذلك الامين الاقليمي والنواب ديالو في جو ديمقراطي، في جو في وضع اللوائح ديال الترشيحات. والحمد لله الاخوان كلهم ملتفين حول الحزب. كان واحد النجاح باهر الحمد لله ديال المؤتمر ديالنا الاقليمي اليوم ديال عمالة مراكش، اللي ان شاء الله باذن الله نتمناو هذا الشيء يبان من خلال اننا نديروا الدور ديالنا الاساسي اللي بعد هذا الانتخاب العياكيل، واللي هو التاطير ديال المواطنين، اللي هو انفتاح اول لانه الحزب تيبقى عنده واحد الدور كبير في داخل المنظومه السياسيه ديال البلاد، وداخل وكذلك شأن المكتب الإقليمي أنه الدور ديالو هو التأطير والتكوين ديال المواطنين من خلال الأمانات المحلية، من خلال وضع واحد برامج سياسية مهمة داخل المدينة اللي تزيد بطبيعة الحال من خلال التوجهات ديال المكتب السياسي ديالنا، ومن خلال توجهات كذلك ديال الأمانة الجهوية. وتنشكركم مرة أخرى.